لدى استقبال سموه لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن أول من حفظ حقوق الإنسان بمجتمعاتنا هو ديننا الإسلامي الحنيف، وأن المملكة العربية السعودية مثلما حافظت على أهم مقدسات المسلمين وأعلت راية الإسلام، فإنها حافظت على حقوق الإنسان وصانتها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وزادها تكريسا وحفاظا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومساندة ولي عهده، فيما نقل رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهنأ سمو رئيس الوزراء على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صون حقوق الإنسان. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وعددا من أعضاء الهيئة. خلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من وشائج قوية وعلاقات تاريخية راسخة تجسد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، ومشددا سموه على أن ما يجمع بين البلدين من روابط أكثر عمقا وتميزا من أن تصفها الكلمات. وقال سموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة بما أنعم الله عز وجل عليها من مكانة إقليمية ودولية كبيرة كانت وستظل السند القوي لأمتيها العربية والإسلامية والعبد المتين لأشقائها ومواقفها في دعم أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن قضايا الحق والعدل العربية والإسلامية ورعايتها للأماكن المقدسة، كلها زادت من محبتها ومكانتها في قلوب الجميع. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم مستمر في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدا سموه أن قوة السعودية هي قوة لأشقائها، وكل تقدم تحرزه يصب في صالحها ويعود بالخير على الأمتين العربية والإسلامية. أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لديهما رؤية متقاربة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وهي رؤية تنبثق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تحض على صون وحماية حقوق الإنسان وتقوم على ضرورة احترام هذه القيم الإنسانية والنأي بها عن أي محاولات تستهدف تأسيسها من أجل تحقيق مآرب وأهداف تتنافى مع نبل هذه القيم وأهدافها السامية. من جانبه أعرب معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه ورعايته لكل ما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، ومشيدا برؤية سموه الحكيمة لمختلف قضايا الشأنين الإقليمي والدولي، بما يوليه سموه من حرص على ترسيخ حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي أصبحت تمتلك سجلا يدعو إلى الفخر والاعتزاز في صيانة هذه الحقوق ورعايتها.